أهلا وسهلا في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس، هنشوفوا نموذج للفرد الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا نموذج على شكل PDF هتلقاوه في الوصف. إذا بالنسبة للمكون اللي هنخدمو التراكيب والصرف والتحويل، ولكن خاصكم تعرفوا ان اي مكون كل مكون كيتحسب على 10 نقاط، يعني التراكيب 10، صرف التحويل 10، الاملاء 10، اذا التعبير الكتابي 10 الى اخره. ناخذوا نبداو مكون التراكيب ونبداو بالسؤال الاول. وبين نوع الخبر في الجمل الاسميه الاتيه. اذا نوع الخبر ممكن يكون مفرد كما كتعرفوه، ممكن يكون جمله فعليه، ممكن يكون شبه جمله، ممكن يكون جمله اسميه. اذا اللاعبون في الملعب، اللاعبون مبتدا، في الملعب ماذا؟ في الملعب خبر. إذن هنا في الملعب خبر. إذن الأم تعد الطعام، الأم مبتدأ، تعد الطعام كل خبر. إذن هذا تعد الطعام، إذن هنا جملة فعلية. الطبيعة مناظرها خلابة، إذن الطبيعة مبتدأ، مناظرها خلابة هي الخبر. إذن نسطر عليه. إذن بالنسبة الحياة صعبة، الحياة صعبة، صعبة هي الخبر. إذا غنكتبو بالنسبة عندنا مثلا في الملعب، إذا نوع الخبر جار ومجرور. إذا غنكتبو هنا جار، إذا نبدلو اللغة، إذا نكتبو بالعربية. إذا هنا جار ومجرور، إذا هنا نوع الخبر جار ومجرور. إذا هنا بالنسبة الخبر جار ومجرور. إذا غنمشيو الأم تعد الطعام، تعد فعل الطعام، إذا هذه جملة. كيف هي؟ جملة فعلية. ممكن تكتبوا كاين اللي كيكتب غير باختصار جيم فاء، جمله فعليه. اذا جمله فعليه، نعم. اذا غنمشيو دابا الجمله الثالثه. الطبيعه مناظرها خلابه، اذا مناظرها مناظر خلابه هي جمله اسميه. اذا نوع الخبر فهي جمله اسميه. اذا جمله اسميه ستتكون من مبتدا وخبر. اذا بالنسبه الجمله الرابعه، اذا الجمله بالنسبة للجملة الرابعة، الحياة صعبة، صعبة مفرد. إذا هنا نوع الخبر، إذا كيف هو؟ مفرد. إذا جاوبنا على السؤال، انتقلوا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، أكملوا الجمل بخبر مناسب. إذا عطينا المبتدأ وحنايا نحاول نكملوا الجملة بخبر على حسب نوع الخبر، وجملة فعلية أو اسمية أو مفرد. إذا عندو بالنسبة الجندي، عطينا جملة فعلية، إذا خصنا نكتبوا فعل وفاعل إلى آخره. إذا مثلا نكتب الجندي يحارب بشجاعة، يحارب بشجاعة، إذا جملة فعلية. إذا الجندي يحارب بشجاعة. المدرسة، إذا هنا عندنا المدرسة جملة، يعني الخبر نوعه جملة اسمية. إذا هنا مثلا نكتب المدرسة ساحتها مثلا واسعة، ساحتها واسعة، ساحتها واسعة. إذا هنا بالنسبة جملة اسمية. القصة عندنا مفرد، نكتب مثلا القصة ممتعة، القصة جميلة. إذا نكتب مثلا القصة ممتعة، إذا القصة ممتعة. إذا بالنسبة القصة ممتعة. إذا غنمشيو دابا التلاميذ. إذا التلاميذ عطينا شبه جملة من الظرف، إذا يعني ظرف، إذا مكان أو زمان، والمضاف ومضاف إليه. إذا مثلا نكتبو التلاميذ يعني أين يوجدون، مثلا داخل مثلا القسم. إذا داخل القسم، داخل القسم. إذا هنا بالنسبة عندنا ماذا؟ عندنا يتكون من ماذا؟ إذا داخل القسم. إذا كتبنا جملة ظرف متكونة من الظرف والمضاف والمضاف إليه. إذا دابا سلينا السؤال التالي، الثاني انتقلوا السؤال الثالث. سؤال الثالث شنو فيه؟ أعين اسم وخبر النواسخ الفعلية في الجمل الآتية. إذا غنعطي الاسم الناسخ الفعلي ونعطي الخبر ديالو. إذا هنا عندو ظل المهاجر متمسكا بوطنه. إذا ظل هو الناسخ الحرفي، المهاجر هو اسم، ظل متمسكا بوطنه هو الخبر. إذا نكتب هنا اسم الناسخ الفعلي
إذن اسم الناسخ الفعلي هو المهاجر. إذا نكتبوا المهاجر. إذا بالنسبة للخبر فهو متمسكا بوطنه. إذا متمسكا بوطنه، متمسكا بوطنه. إذا غنشوفوا بالنسبة بات المريض يشكو من الألم. بات إذا خبر أو ناسخ فعلي، المريض اسم بات مرفوع بالضم الظاهرة على آخره، يشكو من الألم خبر اللي هو جملة فعلية. إذا اسم الناسخ، إذا المريض، المريض. إذا هنا اسم الناسخ الحرفي عندنا المريض. إذا هنا كتبنا اسم ناسخ الفعلي. إذا وبالنسبة الخبر فهو يشكو من الألم، يشكو من الألم. إذا اللي هو جملة فعلية، يشكو من الألم. إذا نمشي دابا الجملة الثالثة، مازال الفلاح في الحقل. مازال ناسخ فعلي، الفلاح اسم ناسخ فعلي مرفوع، وفي الحقل هو الخبر اللي هو جار ومجرور أو شبه جملة. إذا هنا بالنسبة في الحقل جار ومجرور هو الخبر. إذا نكتبو هنايا الفلاح، إذا الفلاح. إذا هنا بالنسبة الفلاح، إذا الفلاح. وبالنسبة للخبر فهو ماذا؟ في الحقل. إذا في الحقل، إذا في الحقل، إذا في الحقل. نعم، ننتقلوا الجملة الرابعة، أصبحت الحديقة أزهارها متفتحة. إذا هنا أصبحت الحديقة أزهارها متفتحة. إذا الحديقة اسم أصبح، وأزهارها متفتحة هي خبر، أصبح هي جملة اسمية. إذا نكتب هنايا بالنسبة الحديقة، إذا الحديقة. إذا هنا بالنسبة الحديقة، وهنا بالنسبة الخبر فهو أزهارها متفتحة، أزهارها متفتحة. إذا هنا عندنا الخبر ما هو، كيف هو؟ هو جملة اسمية يتكون من مبتدأ وخبر. إذا نمشيو دابا السؤال الموالي. إذا بالنسبة السؤال الموالي عندنا أكمل الجمل بإحدى أخوات كان وشكلها. إذا اش معنا هنايا؟ إذا الطبيبة منشغلة بالمرضى. إذا أصبحت، إذا ممكن نكتب هنا أصبح أخوات كان، أصبحت الطبيبة. إذا بالنسبة كيف يكون اسم أصبح؟ كيكون مرفوع. إذا أصبحت ماذا؟ أصبحت الطبيبة، أصبحت الطبيبة. كيف هي طبيبة؟ أصبحت الطبيبة منشغلة بالمرضى. إذا هنا أصبحت منشغلة بالمرضى. إذا هنا نمشي جملة أخرى، عندنا مكتبة القسم ممتلئة بالقصص. إذا أصبحت مكتبة القسم ممتلئة بالقصص. إذا نكتب هنايا مثلا ما زالت، ممكن نكتب ما زالت، ما زالت، ما زالت مكتبة. إذا هنا ما زالت مكتبة القسم. إذا هنا عندنا مرفوع مكتبة القسم، وهنايا عندنا ممتلئة كيكون خبر ما زال منصوب. إذا ما زالت مكتبة القسم ممتلئة بالقصص. انتقل السؤال الموالي اللي هو الإعراب. أعرب الجملة الآتية، بات العصفور في القفص. إذا بات ماذا تسمى بات؟ بات نكتبو فقط ناسخ، ناسخ فعلي، ناسخ فعلي. بالنسبة للعصفور، العصفور فهو ماذا؟ فهو اسم بات، اسم بات. وكيفاش كيكون؟ مرفوع بالضمة. اسم بات مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، بالضمة الظاهرة على آخره. إذا اسم بات مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذا هذا بالنسبة للإعراب ديال اسم ماذا؟ اسم بات. إذا اسم بات. إذا نشوف القفص، إذا في القفص ماذا؟
اذا هنا بالنسبه في القفص فابغينا نفصلوا ما بين القفص، اذا غنعملوا فيه حرف جر، اذا فيه حرف جر والقفص اسم مجرور بالكسره، القفص اسم مجرور، اذا باش تبان لكم، اذا القفص اسم مجرور بالكسره، ممكن تزيدوا الظاهره على اخر اسم مجرور بالكسره الظاهره الظاهره، وباقي ما ساليناش الاعراب الظاهره. اذا هنا باقي ما ساليناش الاعراب، فين هو خبر؟ اذا خبر وشبه، ممكن نكتبوها وشبه الجمله، اذا نكتبوها مثلا وشبه الجمله في محل ماذا؟ نصب، نصب خبر، خبر ب بات، اذا في محل نصب خبر بات. اذا هنا بالنسبه للاعراب سلينا الاعراب، اذا بات ناسخ فعلي، العصفور اسم بات مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، في القفص في حرف جر، والقفص اسم مجرور بالكسره الظاهره، وشبه الجمله في محل نصب خبر بات. اذا كان هذا هو التصحيح ديال مكون التركيب، نتمنى لكم فتكم، شكرا والى اللقاء.